طبعا معروف سمعة النادي الأهلي وعراقته في كل المجالات، سواء كان في التنظيم أو الإدارة أو إن شاء الله الفوز بالبطولات. وده مش غريب على النادي الأهلي، بطولة قوية وكبيرة فيها عدد كبير من الفرق المشتركة، فالتنظيم ما يقدرش عليه إلا الناس اللي عندها خبرات وواضح من كل المجالات، سواء حتى في أماكن الإقامة المتميزة للاعبين نفسهم سعداء بيها، أو الانتقالات أو التغذية، ده بخلاف الحاجات اللي داخل الملعب، سواء في البرامج التدريبية اللي بتعد ودي أصعب حاجة، أو تنظيم المباريات يمكن دي أسهل حاجة، لكن الحاجات التانية دي كلها صعبة وهي اللي تتحكم في نجاح الدورة. أتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يكلل كل الجمال ده كله بالفوز بالبطولة إن شاء الله. رئيس الاتحاد الأفريقي يهمه نجاح بطولة العالم 2021، وتنظيم مصر بأنديتها مثل هذه الأحداث بتدي خبرات للإداريين والفنيين القائمين على التنظيم والإدارة. أنت عارف أن هيبقى يمكن في 4 أماكن بتنظم البطولة العالم 20، فاحنا محتاجين صف كبير قوي إداري فني واعي يقود هذه البطولة العالم، وبالتالي كل دورة بتنظم في مصر مش هنلاقي أحسن من النادي الأهلي وغير بعد كده إن شاء الله أندية تانية، لكن لضمان النجاح هو يهمه النجاح، وطبعا لما يرجع للنادي الأهلي أكيد بتبقى حاجة كويسة. فشهادة بتتحط على صدر النادي الأهلي ومصر كلها، فإن الاتحاد الأفريقي يضع هذه الثقة الغالية. كل حاجة دلوقتي هي بقى التكنولوجيا هي اللي سايدة، ويجب ان احنا نساير الركب العالمي في كل هذه الامور، وواضح ان يعني طبعا ان هناك ستاف كبير ماسك الامور التكنولوجية متميز. عايز لا اخفي عليك سرا ان الاتحاد المصري في تنظيمه لبطولة 16 اللي فاتت استعان بهذه القيادات اللي في النادي الأهلي وكانت متميزة، وأعتقد ده سبب من أسباب نجاح البطولة اللي فاتت والبطولة دي إن شاء الله.